السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في حلقة مفتوحة على مختلف المواضيع. نستقبل فيها أسئلتكم على رقم معين سنذكركم به، كما أننا كالعادة نضع إعلانا قبل هذه الحلقة فتأتي الأسئلة كثيرة. ضيفنا العزيز في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. حمدان اليعقوبي يسأل عن قوله تعالى: عينا يشرب بها المقربون، لماذا لم يقل يشرب منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب أن المقصود أن الشراب الذي يؤتى إياه أهل الجنة نعيما من عند الله تبارك وتعالى، منة منه وفضلا، يمزجونه بماء هذه العين. فما أوتوا من شراب، وإن كان يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فإن المقصود أن ذلك الشراب الذي أعد لهم يمزجونه بماء هذه العين حتى يكون أطيب وأكثر إمتاعا لهم. ومن المفسرين من يقول أن معنى الشراب هنا ضمن معنى اللذة، أي يلتذون بماء هذه العين، فناسب تعلية الفعل أو التعلية بالباء أكثر من التعلية بحرف الجر من، لأنهم لا يستقون من العين، وإنما هم يمزجونها بماء هذه العين، ويمزجون شرابهم ويلتذون بما يشربون، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. أبو خالد الجهضمي أيضا يقول: في تحاور السحرة مع موسى عليه السلام لم يرد ذكر هارون عليه السلام، ولكن بعد الإيمان، إيمان السحرة، قال الله تعالى عنهم: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فما سبب بدئهم بهارون قبل موسى بالرغم من عدم ورود ذكره المباشر في القضية؟ هذا في سورة طه، وغير صحيح أنه لم يرد في قبل هذا الحدث الذي أعلنوا فيه إيمانهم. فمنذ اللحظة التي طلب فيها موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يشرك معه في دعوته أخاه هارون، فقال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، فجاء الأمر بعد ذلك إليهما جميعا، إلى موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. فكل الأوامر جاءت إلى موسى وهارون عليهما السلام، بل إن ذكر هارون في سورة طه يرد كثيرا، والإشارة إليه أو توجيه الأمر واستعمال صيغة التثنية ترد كثيرا في سورة طه. لكن ورد في الأعراف والأنبياء البدء بموسى عليه السلام ثم هارون، أي آمنا برب، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، على خلاف على غير الصيغة التي وردت في سورة طه. وفي ذلك وجوه، لكن لنقرر أولا أن الأصل في العطف بالواو أنه يدل على مطلق الجمع. والأمر الثاني أن التقديم والتأخير، أن التقديم لا يدل على التفضيل في الجمع، لأننا نجد أيضا في القرآن الكريم أن هناك عطفا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكافر على المؤمن. ونجد أيضا: قل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فلا يدل التقديم على التفضيل. بعد ما تقرر هذا، يمكن لنا أن ننظر في الحكمة
من التقديم والتأخير، إذ لا يخلو التقديم أو التأخير من حكمة في كتاب الله عز وجل. نعم، في الآيتين، في هذه السياقات. نعم. المشهد هو أن سحرة فرعون لما رأوا عصا موسى تلقف ما يأفكون، نعم، علموا يقينا أن هذا ليس من السحر في شيء، وأن ذلك إنما هو إعجاز من أجراه الله تبارك وتعالى على يد موسى عليه السلام. فذلك الذي رأوه كان فوق قدرات البشر، ولا يمكن أن يكون إلا مصدقا لما يدعوهم إليه موسى عليه السلام، لما يدعوانهم إليه موسى وهارون عليهما السلام. فهنا عبروا عن إيمانهم، ونحن نعلم أن فرعون حشد كبار السحرة، نعم، ائتوني بكل ساحر عليم، نعم، وظاهر أن عددهم كبير. فلما توصلوا إلى حقيقة الإيمان، غالب الظن أنهم بعفوية واستجابة لنداء الفطرة واستجابة للحجة التي قامت عليهم أعلنوا إيمانهم، نعم، لم يتفقوا على قول واحد. فالمتبادر إلى الذهن أن منهم من قال آمنا برب العالمين، منهم من قال آمنا برب موسى وهارون، منهم من قال آمنا برب هارون وموسى، نعم، على كثرته، على كثرتهم، نعم. هذا هو المتوقع، ولا حاجة إلى الخوض في الدليل على هذه التفرقة، هذه ليست بتفرقة، نعم. هذا أمر طبيعي متوقع في حشد من هذا النوع. ثم لما قامت عليهم الحجة وأيقنوا بما تدل عليه الحجة، عبروا عن إيمانهم. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني أن فرعون كان يريد أن يجعل القضية شخصية بينه وبين موسى، لا يريد أن يجعل القضية قضية إيمان بالله تبارك وتعالى ومنازعة له فيما ادعى، وإنما يريد أن يجعل الأمر وكأنه دعوة من موسى عليه السلام، فالمسألة مسألة شخصية. ولذلك قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لم يقل آمنتم برب موسى، لم يقل آمنتم بالله قبل، وإنما قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يريد أن يصرفهم إلى ما كان يوحيه، إلى ما كان يوهم به قومه من قبل، من أن المسألة مجرد دعوة من موسى ومنازعة له من موسى، وأن القضية شخصية بينه وبين موسى، وهم هؤلاء السحرة الكهنة العلماء من قومه يدركون هذه المسألة، ولذلك أكدوا حقيقة إيمانهم بأقوى العبارات التي تنفي أن تكون القضية شخصية. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أو كما في سورة طه رب هارون وموسى. هذا الأمر الثاني، مع ملاحظة أنه فيما يتعلق بالأمر الأول أي التنويع في الخطاب، استعمل القرآن الكريم إعجازا وبلاغة ما يناسب الجو العام للسورة، ما يناسب السياق الذي وردت فيه. فعلى سبيل المثال لمزيد إيضاح، وهي إضافة، سورة طه فيها ترفق حتى في فواصلها القرآنية، أغلب فواصلها تنتهي بالألف المقصورة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهكذا. فالأمر فيها بالترفق واللين، جوها العام فيه قدر من الرفق واللين، ولذلك ناسب تقديم هارون على موسى في هذه السورة، لأن موسى أميل إلى الشدة من هارون، وهذا واضح في سيرة النبيين الكريمين. فناسب في سورة طه أن يقدم هارون على موسى، لأن الجو العام فيها جو رقة، جو رفق وتلطف، فناسب أن يحكى هذا الجزء من قولهم، أن يحكى هذا القول عنهم.
في سورة طه على خلاف الأعراف والأنبياء. جميل. ولا ريب أن ما يوجد في التفسير أيضا من مراعاة الفاصلة القرآنية له حظ من النظر، لكنه ليس بالسبب الوحيد. والمقصود بمراعاة الفاصلة القرآنية أي آخر الآي في كل سورة من هذه السور، لكن هذا غير مضطرد، بل حتى في سورة طه نجد أن هناك إعراضا عن مراعاة الفاصلة القرآنية، ولا يزال التأثير، بل قد يكون التأثير أبلغ. لكن مع ذلك هناك، بل إن جماهير المفسرين قالوا بأن السر إنما هو في مراعاة الفاصلة القرآنية، هذا له نصيب لكنه ليس السبب الوحيد، وإنما هو كل ما تقدم، وقد تظهر بعض الحكم الأخرى بمزيد نظر وتدبر، والله تعالى أعلم. وفيه جانب تعليمي فيما يتعلق بصف اللغة أو بالتعامل مع اللغة. نعم، فيما يتعلق بالفاصل. نعم. الفاصل القرآنية. طيب فضيلة الشيخ، كان أنا عندي سؤال ولكن سأكون محتكرا، لأن نعم. الأسئلة كثيرة جدا هنا. لا، هذا من حقوق إدارة اللقاء. هذا إذن نعتبرها فتوى منكم. البرهان الذي قدمه موسى عليه السلام من نوع البراهين التي يؤمن بها أهل فرعون أو آل فرعون. نعم. هم يؤمنون بالسحر كثيرا، ومع ذلك جاءت العصا. يؤمنون أيضا بالسحر في قضايا تحويل الأشياء وتغييرها، فجاء موسى عليه السلام أيضا باليد. نعم. الإتيان بنفس ما يؤمن به أولئك القوم، ما المزية البرهانية فيه؟ وأدعى إلى إقامة الحجة. نعم. لا سيما إن كانوا قد بلغوا في ذلك المجال الغاية والذروة، فحينئذ يستطيعون التمييز بين ما هو في مقدور البشر أفرادا أو مجتمعين، وبين ما لا يمكن أن يكون كذلك، ولا يمكن أن يكون مصدره إلا من عند الخالق المدبر لهذا الكون. فهو أقوى في، وهذا هو معنى المعجزة، أن تكون أن تقيم الحجة على أولئك الأقوام فيما برعوا فيه وفيما بلغوا فيه الغاية، لأنهم حينئذ يتبينون أن هذا، أن الذي بيد هذا الرسول الذي بعث فيهم إنما هو من عند الخالق سبحانه وتعالى، وأنه مصدق لما جاءهم به من دعوة، من الدعوة إلى الإيمان. جميل. والحقيقة إن أردت قدرا من الاستطراد، فإن الذي حصل في هذا الموقف المهيب، بعث في نفس موسى عليه السلام الخيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا الخوف ما نوعه؟ هل هو خوف من السحرة أو خوف من على لا الرسالة؟ خوف من المشهد وما رآه، و يعني مع لا ريب يقينه بأن الله تبارك وتعالى ناصره وأنه سيظهر حجته، لكن القدر البشري الفطري هو الذي حكاه القرآن في هذا الموقف، حتى أن بعض المعاصرين يرى بأن السر في تقديم هارون على موسى في سورة طه أن هذا هو الموضع الذي ذكر فيه خوف موسى، ولم يذكر شيء عن هارون، لم يذكر عنه أنه أيضا خاف في هذا الموقف. لا نعرف، القرآن سكت عن موقف هارون فيما يتعلق بهذا الجانب الشعوري العاطفي. فلعلهم لاحظوا ذلك، أو كان الأحرى يقول بأنه كان في هذه الحالة أن يبدأ بمن لم ينقل عنه الخوف، ثم يؤخر الذي نقل عنه الخوف. نعم، جزاك الله خير على هذا التأمل العميق. نذكر بالأرقام 717-510-44، بإمكانكم أن تتصلوا الآن. طيب، نأخذ على الأقل آية واحدة أيضا، بما أننا وعدنا أن تكون معنا ثلاث آيات في كل حلقة. الأخ الفان الكيومي يقول في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هل يحتمل التعبير في قوله تعالى بلسان قومه ما هو أعم من لغة التخاطب كمراعاة المستوى الثقافي وحالة النضج المعرفي ونحو ذلك؟ فقطعا هذا الكلام صحيح، فلا يقصد مجرد أداة التخاطب، لأن اللسان يقصد به التعبير والبيان واللغة بما تشتمل عليه من مكونات وعناصر، سواء كانت اجتماعية أو تاريخية أو نفسية أو تربوية أو عرفية اجتماعية إلى آخر ما تشتمل عليه اللغة.
فهي ليست مجرد وسيلة جافة للتخاطب بين الرسول وقومه، وإنما هي الوعاء الذي تنعكس أو الذي يشتمل على كل المكونات التي تقوم عليها حياة أولئك القوم الذين بعث فيهم ذلك الرسول، والله تعالى أعلم. جميل. كان معنا مكالمة أخيرة وعدنا أن نتناولها اليوم. بالنسبة للأخ أحمد اليعقوب يسأل عن قضاء صلاة الوتر، الذي فاتته صلاة الوتر هل يقضيها؟ نعم، يقضي صلاة الوتر، لأن الوتر من السنن المؤكدة، وقضاؤه للوتر يكون بأدائه حينما يستطيع 3 ركعات، ويمكن له أن يأتي بركعة واحدة إن كان يشق عليه وقد ترك عددا كبيرا من صلوات الوتر، ولا حرج في هذه الحالة أن يأتي بقضاء صلاة الوتر مع أدائه للوتر الذي يؤديه لتلك الليلة، لأن تلك إنما كانت على سبيل القضاء، وهذه إنما هي أداء لوتر تلك الليلة، فلا يدخل في النهي عن الإتيان بوترين في ليلة. ولا يلزم أيضا أن يكون قضاء الوتر ليلا، يمكن له أن يقضي صلاة الوتر كما يقضي سائر الصلوات التي فاتت في أي وقت تجوز فيه الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم. وعدنا أيضا بالأمس الأخ عادل زغدود، والذي أراد منكم أن تعطوه ملخصا ولو صغيرا عن المعاني الإيمانية التي يتدبرها الإنسان في الصلاة من التكبير إلى التسليم. أظن أنه طويل، ولكن هل يمكنك أن تختصره؟ يصعب الاختصار. نعم. لا سيما إذا أتينا إلى فاتحة الكتاب العزيز. نعم. قد ننتهز فرصة، لأن لي فيها بعض النظرات أيضا. جميل. فيما يتعلق بالفاتحة، عسى أن تكون مفيدة إن شاء الله. لكن لا يتسع الوقت أن نذكر. الحاصل يعني تلبية لطلبه، روح الصلاة الخشوع. نعم. فإن خشع قلبه أمكن له أن يحضر ذهنه وعقله ليتدبر في ألفاظ الصلاة. الخشوع هو الجوهر الذي يشعره بلذة هذه العبادة التي يؤديها خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هناك جوانب مادية تعينه على الخشوع، بدءا من الطهارة في بدنه وبأدائه للوضوء وفي موضع صلاته وبلبسه الذي يلبسه في الصلاة وبإتيانه للمسجد وموضع صلاته، وهناك طهارة معنوية يحتاج إليها، أن يعظم المقام، أن يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، أن يعلم أن هذه الصلاة التي يؤديها هي من حقوق نفسه عليه. فالله تعالى حينما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ياء الملك والاختصاص هذه تدل على أن أمر الصلاة مثل سائر المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة هو من أثمن ما يمتلكه هذا الإنسان. ولذلك لينظر هو إن كان يمتلك شيئا ثمينا نفيسا كيف يتعامل معه؟ سيكون حريصا على صيانته والمحافظة عليه، وسوف تجد أنه حينما يشتغل به فإنه ينصرف إليه بكل جوارحه. هكذا أمر الصلاة، بل هي أعظم من ذلك، فعليه أن ينصرف إلى الصلاة بكل جوارحه، برغبة صادقة، بتحر لعوائد هذه الصلاة على نفسه، بخشوع وتبتل يجعله قادرا على استمطار رحمات الله تبارك وتعالى حينما يقف بين يديه سبحانه. إذن هذا هو الذي يسهل عليه أن يتأمل في معاني ألفاظ الصلاة، من افتتاح ومن تكبير ومن تلاوة للقرآن الكريم، ثم من ركوع وسجود مع ما يشتمل عليه الركوع والسجود من تسبيح لله تبارك وتعالى بصفاته العليا، ثم من قعود للتحيات، ثم من تسليم. كل هذه الألفاظ مع حركات الصلاة حينما
يحضر قلبه ويعظم هذا الذي هو فيه ويبتغي أعظم العوائد من أدائه لصلاته، ويعلم أن هذا من حق نفسه عليه، أنه بذلك يجدد إيمانه، وأنه بذلك يقوي صلته بالله تبارك وتعالى، ويقوي صلته بإخوانه المؤمنين، وأنه بهذه الصلاة يستريح من غلواء هذه الحياة الدنيا وصخبها، فهو ينزوي إلى محراب التبتل والعبودية لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن صلاته تلك هي التي تنفعه وهي التي ستبقى له، وأما ما كان خارج الصلاة فهو عرض زائل، هي وسائل تعينه على أن يحسن عبادته وعمله في هذه الحياة الدنيا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. لعل هذا ما يتاح في هذا المقام، وعسى أن تكون لنا يعني في مناسبات أخرى في كل مرة نحاول. أم الحواري المنجية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة تساؤلات لو تكرمتم حول عالم الجن. تساؤلات حول عالم الجن؟ نعم. طيب تفضلي. يعني الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. فكيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين ما ورد في قصة سليمان عليه السلام بأن الجن كانوا من جنوده؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومواقف أخرى مثلا: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكذلك ما ورد في السنة النبوية مثلا عن أبي هريرة عندما كان أمينا على زكاة رمضان، ويأتيه رجل بثلاث ليال متوالية يأخذ من طعام الزكاة، فكان يعني يتوسل إليه في كل مرة بأن يثبته أنه فقير ولعيال، إلى أن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني نهاية الحديث: يعني أتعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وأيضا ما ورد عن رسول الله عليه وسلم كذلك بأنه يعني تفلت علي شيطان ليلة البارحة أو ربع في صلاته، يعني اعترض عليه في صلاته، ولولا أنه تذكر مقولة سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لكان يعني فيما معنى أو في كما قال عليه الصلاة والسلام لكان ربطه حتى يعني يراه الصحابة واضحة في الصباح. أم الحواري يعني واضحة. هل تفضلي تفضل، لأن هذه الحقق بالفعل يذكرها مجموعة من الذين يقولون بالرؤية العيانية، لكن تفضل السؤال الآن. أيوة، يعني هل رؤية الجن يعني منتفي تماما، أم يمكن رؤيتهم ولكن بغير صورهم الحقيقية، وكيف نوفق تلك الأدلة يعني التي طيب ذكرناها؟ جميل، شكرا لك، مكالمة دقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع. الآن سنقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا، يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور حقل الندى، ماذا يحب الله تسأل دائما. أهلا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. الأخ محمد يقول: عندي مشكلة الرعاف أو ما يسمى بنزيف الأنف، أحيانا لا أشعر بنزف الدم من الأنف، فقط عندما يكون لدي بلغم وعند إخراجه أجد هذا الدم بعد صلاة الفجر، ووجدت دما فحاولت إخراج ما استطعت من بلغم ولكن بعضه دخل إلى الجوف، هل يؤثر ذلك على الصيام؟ لا يؤثر. الأصل السلامة، وطالما لم يتيقن أن شيئا من هذا الدم قد ولج إلى جوفه وإنما رآه في البلغم وقد أخرجه، فلا شيء عليه ولا حاجة إلى أن يرتاب أو يشكك. نعم، إن علم أن الدم قد غلبه فوصل إلى جوفه ففي هذه الحالة يقضي، والله تعالى أعلم. نعم. هناك أسئلة كثيرة، ولكن على الأقل نحاول أن يعني نختار المختصر منها. نعم.
يقول الأخ سليمان اليعربي: في هذه الأيام يكثر قاصدي بيت الله الحرام لأداء العمرة، وبسبب شدة الزحام أو ضيق الوقت لقرب موعد إقلاع الطائرة لا يتمكن المعتمر من أداء طواف الوداع، فما الحكم؟ يعني لم يبين هو العلة المانعة من أداء الوداع. أولا، هناك خلاف في حكم الوداع للمعتمر، وطائفة كبيرة من فقهاء المذاهب الإسلامية لا يرون وجوب الوداع في العمرة، لكن أصحابنا وبعض متأخرين من الحنابلة وبعض أهل المذاهب الأربعة أيضا يرون عدم التفرقة بين العمرة والحج في الوداع، فيحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وفعله عليه الصلاة والسلام وأمره لأصحابه الذين كانوا معه في حجة الوداع، على أن ذلك كان أن يحصر في حجة أن يحصر في الحج فقط. لا يقولون بذلك، لأنهم يقولون بأنها كانت واقعة حال، صادف أنه قال ذلك في حجة الوداع وهو الأمر المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام، فتجرى هذه الأدلة القولية والفعلية على عمومها. وهذا هو القول الذي عليه أصحابنا، ولكن اختلفوا. وهذا يعني الوداع إنما هو لغير المكي، وقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنص الحديث الصحيح الحيض من النساء، فلا وداع عليهن لا في الحج ولا في العمرة ولا شيء عليهن. وإنما اختلفوا في المريض، هل يلحق بمثل أحوال الحائض والنفساء من النساء، أو أن عليه دما في تركه للوداع؟ وطائفة من فقهائنا يقولون بأن عليه دم، وهذا القول أحوط، ولكن إن أخذ بالقول الآخر أنه لا شيء عليه إن كان مريضا لم يستطع لمرضه، فهذا القول قول قوي أنه لا شيء عليه، هو معذور كما هو الحال للحائض والنفساء ولا شيء عليه. هذا في الحج والعمرة؟ هذا في الحج والعمرة. والحج فقط؟ نعم. ونحن الآن نتحدث خصوصا عن العمرة الآن. عن العمرة؟ نعم. ذكرتم الحج قبل في ذلك. في الاستشهاد؟ نعم، في الاستشهاد. الدليل الوارد، لأن هناك بعض الأدلة في الوداع في العمرة لكنها أدلة ضعيفة. نعم. وإنما محل الاستشهاد بلزوم الوداع في العمرة لغير الحيض والنفساء من النساء ولغير أهل مكة، إنما هو نفس الأدلة التي وردت في الحج، وكونها حصلت في الحج لا يقيد عمومها أو لا يخصص عمومها، لأن حصولها في الحج إنما كان واقعة حال، ولذلك فقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، مع فعله ومع أمره لأصحابه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أدلة على وجوب الوداع ولو كان ذلك في العمرة. بعد هذا، بعد بيان الدليل، انتقل الحديث إلى المسألة خصوصا، أنه فيما يتعلق بالمريض الأصل أنه معذور من الوداع، لكن هل عليه دم أو لا خلاف. القول بوجوب بلزوم الدم عليه هو قول طائفة كبيرة من علمائنا، وقلت بأنه أحوط، لكن القول بأن لا شيء عليه قول قوي ولا حرج في الأخذ به، لا سيما مع أصل الخلاف عند علماء المذاهب الإسلامية في الوداع للمعتمر. وغيرهم؟ غيرهم ينظر في أحوالهم، قد يكون الحال أحيانا أن المانع ليس من ذوات أنفسهم، وإنما هو بسبب على سبيل المثال أن تسكر، أن توصد أبواب المسجد الحرام بسبب شدة الزحام، أو قد يكون المانع أنهم لا يسمحون لغير المحرم بأداء الطواف. الحاصل أن هناك مانعا خارجيا لم يكن بتسبب منهم، ولم يكن منهم أو فيهم، وإنما كان لظرف طارئ
لعلة خارجية منعتهم حالة بينهم وبين الوصول إلى البيت للوداع. في هذه الحالة يقال بأن المسألة نظرا للخلاف الدائر فيها تحتمل الآراء، ومن لم يتمكن في مثل هذه الأحوال من الوداع أنه لا شيء عليه، لكن الاحتياط أسلم بالافتداء بالدم، والله تعالى أعلم. جميل، نأخذ مكالمة. أخ عامر الحبسي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ. السلام عليك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتوا. تفضل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. سؤال ثاني، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويولون الدبر. نعم ويولون الدبر. تفضل. سؤال الثالث، المدارسة بين جبريل وبين سيدنا رسول الله في رمضان كانت ليلا أم نهارا؟ طيب. معي ذكرك الشيخ سيف لو سمحت، من يومين صلت ثلاثة سنة قلت سؤال واحد بس. إن شاء الله. إن شاء الله، الأسئلة كثيرة يا عمر، ونحاول بقدر الإمكان أن نأتي عليها كلها بحول الله. شكرا جزيلا لك. أم الحواري المنجية، طبعا في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، استند عليها القائلون بأنه لا يمكن رؤية الشيطان رؤية عيانية هكذا، ولكن أدلة أخرى سردتها واستمعتم إليها تدل على أنه يمكن. كيف التوفيق بين هذا وذلك؟ أولا اختلف في توجيه الآية الكريمة، فمن العلماء من يقول بأنه لا يمكن أن يرى الإنس الجنة، ويستشهدون بهذه الآية الكريمة ويحملونها على أنه لا يمكن لهم أن يروهم على حقيقتهم التي خلقهم الله تعالى عليها. ومنهم من يقول وأن ما حصل، يحملون أن الذي حصل في بعض هذه المواقف على سبيل الاستثناء أو الاستخراج من هذا العموم، فهي حوادث فردية بحكمة من الله تبارك وتعالى لأناس مخصوصين، لا تؤثر على الحكم العام. والأوجه أن يحمل قول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم على الهيئة، أي من حيث لا ترونهم، أي من غير الحيثية التي يرونكم بها، فهي لا تنفي مطلق الرؤية، وإنما تنفي ما تنص عليه هنا من حيث إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم يعني يرونكم، هو إبليس وقبيله، من حيث لا ترونهم أنتم، لكن لا تنفي أن تكون هناك حيثية أخرى ترونهم أنتم بها. وعلى هذا فلا إشكال أصلا في التوفيق. وعلى كلا التوجيهين، سواء قلنا بأنه في العام الأغلب وإنما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل يعني ما نص عليه أيضا كتاب الله عز وجل مما أوتي إياه سليمان عليه السلام، أن هذه إنما هي بأمر من الله تبارك وتعالى، فلا تنفي الأصل العام، وإنما هي حالات مستثناة منصوص عليها. أو على التوجيه الآخر فلا يظهر إشكال أصلا، وعلى القول بأنه على حقيقتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، فهنا يرتفع الإشكال أصلا. أنهم يعني من حيث لا ترونهم، أي على أصل الخلقة التي خلقهم الله عز وجل عليها، وأغلب هذه الأحوال إنما يتمثلون فيها في صور أخرى، والله تعالى أعلم. ربما لبشاعتهم أيضا. لكن بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إشكال، لكن لا نتناوله اليوم، إنما في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن حديث أبي هريرة بالمناسبة ضعفه أكثر المحدثين، الذي تشير إليه هي في السؤال، صدقك الكذوب، لا فيها هذه الرواية فيها ضعف. إذن انتفى الإشكال، لأنني أردت أن أثير مجموعة من الإشكالات حول هذا الموضوع. أعزائنا، وصلنا إلى نهاية الحلقة رغم كثرة الأسئلة التي لا تزال تنتظر، ولكن 40 دقيقة استوعبنا فيها عددا جيدا من الأسئلة، والفوائد كثيرة تشمل
مواضيع مختلفة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. أشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. نشكركم أيضا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.